السلام عليكم. أنا عندي مشكلة مع الخطوط الملكية المغربية، سافرت معاهم في شهر 6 وحنا دابا في شهر 8 ولحد الآن مازال ما توصلت بالشنطة ديالي. فوصلت لهنايا لكوبنهاغن درت ديكلاراسيو بأن الشنطة ديالي راها ضاعت لي، وفي ديك الساعة عيطو هما الخطوط الملكية المغربية وقالوا ليهم راه وقع واحد الخطأ، راه 7 ديال لي فاليس نسينا ما حطيناهم، دابا الطيارة اللي جاية إن شاء الله غادي نعطيوكو نصيفطو لهم لي فاليز ديالهم. لحد الآن حنايا في شهر 8 مازال ما توصلنا لا بشنطة لا بتا شي حاجة، فوق ما كنعيطو لهم كيقولوا لينا ما عندنا حتى شي معلومات. وهذه مكالمة غادي ندوزها دابا من السيد اللي خدام تما شنو الجواب اللي كيعطيو لينا. أنا غندير مكبر الصوت باش تسمعوا. السلام عليكم أختي. اختي عفاك، انا سافرت في شهر 6 نهار 28 في الشهر، درت كازا بلانكا كوبنهاغن ولحد الان ما وصلتنيش لافاليز ديالي. درت ديكلاراسيون في شهر 6 نهار 28. اختي انا ما بغيتش التعويض، انا بغيت الشنطه ديالي، لحق الشنطه ديالي فيها اوراق ثبوتيه ديالي. انا ما بغيتش التعويض، انا بغيت الشنطه ديالي. انا غادي نعطيك عفاك النمره ديال الدوسي ديالي وقلبي ليا، لان انا ما بغيتش يتسد البحث. سي بي اش اكس هاش 11000. هو هذاك الرقم. عيطت ليهم قالوا لي حنايا ما بقات عندنا حتى شي علاقه بك، خاصك الشركه مع من سافرتي هما اللي يحلوا لك الدوسي، حنايا هنايا ما صيفطولكش اصلا الباليزه ديالك. وانا فاش كانت ما جاتنيش الباليزه ديالي ومشيت عندهم، فاش عيطوا للغوية الاغماقو قالوا لهم حنا وقع واحد الغطاء ما صيفطنا 7 لي فاليز، الوغ الطياره اللي جايه غادي نصيفطهم. لحد الان ما كاين حتى شي حاجه، صيفطت ايميلات، كتبت التشيك. انا ما عندي حتى شي واحد، انا ما عندي حتى شي واحد. واخا اختي انا ما عندي حتى واحد اللي غادي يمشي لكازا يسول لي شنو ندير. يعني انا في كوبنهاغن قالوا لي حنايا عندنا 5 ايام كنبقاو متابعين بان واش وصلت ما وصلت، بما انها ما وصلتش من بعد شهر كخصكي تشوفي مع الشركه اللي سافرتي معاها. الشركه اللي سافرت انا معاها فوق ما كنعيط كيقولوا لي الملف في ارشيفا، رغم ان في الباليزه ديالي فيها تيكت الكترونيك فيها لا تحلات. شوفي الا تحلات فيها الاوراق الثبوتيه ديالي بانها كتبت انها ديالي، انا ما عندي حتى شي واحد اللي غنصيفطو لكازابلانكا، كي غادي ندير؟ شنو هو الحل؟ الباليز ديالي مازال، الباليزه ديالي مازال في كاس. واخا اختي حنايا 7 الناس، السيد اللي سافر معايا من بعد شهر قلت لك ديك النهار. شنو هو الحل؟ بغيت نعرف شي حل. عيط لهم هذاك اللي عطيتيني دمرج السلطان، عيط لهم ما كيجاوبونيش. عندي المطار اللي حتى هي 22 48 ما كيجاوبونيش. كتبت عندي المطار كنعيط لهم ما كيجاوبونيش. شي حل اخر من غير هذا ديال انني نصيفط التشيك؟ راه انا صيفطت ليهم شهر وسيمانه دابا ما جاوبونيش. كتبت انا ما بغيتش التعويض، انا بغيت الشنطه ديالي، انا ما بغيتش التعويض. يعني واش الشنطه ديالي؟ الشنطه ديالك راه ديجا يعني دابا غتوصل شهرين، راه ديجا في ايكا ما عنديش دو بروبليسيون نقدر نعطيك مالوغوزمون. يعني ما كان، ما بقى حتى شي حل واحد اخر. لا
واخا اختي، شكرا. واش كاينه شي حقره اكثر من هاد الحقره هادي؟ واش كاينه انك تسافر معاهم وتعطيهم فلوسك وفي تالي يقولوا لك مالوغوزمون ما عندنا حتى شي حل اخر الا عندك صيفطي لكازا؟ كيفاش كي غادي ندير نمشي لكازا؟ شكون اللي عندي غادي نصيفطو لكازا وانا هنا في كوبنهاغن؟ ولا بغيت نمشي الطياره كتسوى الثمن؟ واش هادي ماشي حقره تعطي فلوسك وتبقى تعيط لهم في التليفون يوميا لدرجه انهم ولاو كيعرفوك وفي تالي يقولوا لك ما كاين حتى شي حل؟ واش كاين شي واحد كيطرا فيه هكا؟ ولا غير حنا المغاربه اللي خصنا دائما نبقاو نبكيو ونهضروا على المرور حاجتنا؟ فين كان سي وزير التجهيز والنقل؟ شوف شنو كيطرا فينا ولا ما فراسكش؟ فين كان سي مدير المطارات؟ واش هادشي ما فراسكمش؟ واش حوايجي فيها وراقي فيها كلشي فيها وكتقول لك مالوغوزمون ما يمكنليش نلقها لك الشنطه ديالك؟ انا درت هذا الفيديو هذا على الاقل يوصل الصوت ديالي وتوصل المعاناه ديال اللي كنعانيوها مع هاد الخطوط الملكيه المغربيه اللي هما مسؤولين على الضيع ديال الشنطه ديالي رغم ان فيها الاوراق ديالي فيها التيكي مخلصه كلشي. هادشي راه حرام راه حرام راه حرام.